كما قامت الحكومة بمكافحة الممارسات المتعلقة بالمضاربة غير المشروعة التي أدت إلى الارتفاع الفاحش لأسعار بعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك لا سيما منها الحبوب البقول الجافة، فقد قررت الحكومة حفاظا على القدرة الشرائية ومحاربة جشع بعض المتعاملين تحديد هوامش الربح القصوى في مختلف مراحل الإنتاج وتوزيع بالجملة والتجزئة لهذه المواد، وهو إجراء يرمي لحماية القدرة الشرائية للمستهلك وضمان استقرار السوق. وفي هذا الخصوص فإن الحكومة قد انتهت من إعداد مشروع مرسوم تنفيذي لتحديد هوامش الربح القصوى بالنسبة للبقول الجافة والأرز وكذا المواد الغذائية واسعة الاستهلاك الأخرى، وذلك قصد وضع الآليات القانونية التي تحمي بصفة نهائية المستهلك وأخلقت الممارسات التجارية قصد الحفاظ على التموين الآمن والمنتظم للسوق. وفي إطار تنفيذ هذه الاستراتيجية الرامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي لم نكتفي بالتنظير خاصة بالنسبة لتحقيق هذا الأمن من المنتجات الغذائية واسعة الاستهلاك، حيث تم اعتماد تدابير خاصة لا سيما لإعادة بعث شعبة البقوليات البقول الجافة قصد تلبية كامل احتياجات السوق الوطنية عبر مقاربة عملية جديدة تدخل في حيز التنفيذ ابتداء من هذه السنة إن شاء الله، وتتضمن لا سيما توسيع المساحة المخصصة لإنتاج البقول الجافة إلى 150 ألف هكتار، وكذا توجيه 34 مزرعة نموذجية تابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب بمساحة إجمالية تقدر ب 37700 هكتار لإنتاج البقول الجافة بشكل حصري.